مرحبا أطفال الصغار، درسنا اليوم سيكون حول رقم أربعة. رقم أربعة، هاته أربعة بالرقم، وهاته أربعة بالحروف. أربعة بالرقم، أربعة بالحروف. سأعيدك رقم أربعة. سأقوم بالكتابة، وكيف سيكون؟ خط مائل، ثم خط أفقي، ثم في الوسط أرسم خط عمودي، وهكذا تكون لدي رقم أربعة. لهنا باش نعاود نفس العملية، خط مائل ومن بعد خط أفقي ومن بعد عندي خط عمودي، هكذا رقم أربعة. سأقوم بكتابة الكلمة. كلمة أربعة، أربعة، أربعة. أحسنتم يا صغاري، عليكم الآن إتمام هذه النقاط ولا ننسى ذلك. الآن سنرى ما تعلمناه وما هو جديد. إذن هذا هو رقم أربعة، لدي خط مائل، خط أفقي، وخط عمودي. لنتبع السهم. الخط المائل ينزل إلى تحت، ومن بعد عنا الخط الأفقي، ومن بعد عنا الخط العمودي اللي هو يبدأ من فوق ويهبط. احنا باش نعاودو لهنا، خط مائل، خط أفقي، عمودي، مائل، أفقي، عمودي، مائل، أفقي، عمودي. أحسنتم أطفالي، وقد تعلمنا رقم ثلاثة، نصف دائرة، نصف دائرة، هكذا وهكذا. وتعلمنا أيضا رقم اثنين، وهو دائرة، خط مائل، أفقي، وخط صغير، هكذا السهم، ثم هكذا، ثم هكذا. وتعلمنا رقم واحد، خط مائل إلى فوق، خط عمودي، وخط أفقي صغير. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أحسنتم أطفالي، لنكمل بقية الدرس. ماذا يقول التمرين الثاني؟ يقول أحسب ثم أكتب الرقم المطابق للعدد في اللافتة. علينا فقط سوى حساب أو عد ما يوجد وسط المجموعات. لنعد المجموعة الأولى، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. هذه المجموعة بها أربع عناصر، إذن سأكتب بهذه اللافتة رقم أربعة، خط مائل، أفقي، عمودي. أحسنتم، لنمر إلى المجموعة الثانية، واحد، اثنان، يوجد بها اثنان. أحسنتم، سأكتب رقم اثنان، دائرة، خط مائل، خط أفقي، خط صغير. المجموعة الثالثة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، بها أربعة عناصر. سأكتب رقم أربعة بهذه اللافتة. أحسنتم صغاري، الآن سأنتقل إلى التمرين الموالي والأخير. وما يقول هذا التمرين؟ أربطوا بسهم بين الرقم والرسم المناسب. أربط بسهم بين الرقم والرسم المناسب. لدينا هنا مجموعة من العناصر،
بها رسوم ولدينا هنا أرقام، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. لنعد المجموعة الأولى، مجموعة الفراشات، واحد، اثنان، ثلاثة. لدي ثلاثة فراشات، هل يوجد رقم ثلاثة هنا؟ نعم، ها هو رقم ثلاثة. سأربط مجموعة الفراشات برقم ثلاثة، أربطها بسهم هكذا. لنمر إلى مجموعة الديدان وهي المجموعة الثانية وأعد، واحد، اثنان، بها مدودتان، اثنان. هل يوجد لدي رقم اثنان؟ ممتاز، ها هو رقم اثنان. لنربط مجموعة الديدان برقم اثنان بسهم هكذا. إذا لنمر إلى المجموعة الثالثة وهي مجموعة، نعم، لنعد كم من دعسوقة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، بها خمسة. أين يوجد رقم خمسة يا ترى؟ هل يوجد رقم خمسة؟ لا يا أطفال، لا يمكننا ربطها بأي رقم من هذه الأرقام، لأن ليس لدي خمسة. أحسنتم. لنمر إلى مجموعة النحلات، توجد لدي واحدة، اثنان، ثلاثة، أربعة، بها أربعة نحلات. هل يوجد لدي رقم أربعة؟ أين أربعة؟ نعم، ها هي رقم أربعة. سأقوم بربط مجموعة النحلات برقم أربعة. لم تتبقى لدي سوى مجموعة الحلزون، لنعد، واحد فقط. إذن هل يوجد رقم واحد هنا؟ أحسنتم، ها هو رقم واحد. وسأربط مجموعة الحلزون برقم واحد. هكذا أكون قد أنهيت التمرين بنجاح وامتياز. أحسنتم أطفالي، تعلمتم درس اليوم وهو رقم أربعة، رقم أربعة، وأنجزتم كل التمارين بنجاح. إذن لقد تعلمنا من الدروس السابقة ودرس اليوم رقم واحد، رقم اثنان، رقم ثلاثة، رقم أربعة. أحسنتم أطفالي، وإلى اللقاء في الدرس الموالي.